هعمل النهارده بولتي بالصلصه الحمراء وجوز الطيب. المكونات: ثوم مفروم، جوز الطيب، شطه او بابريكا، فلفل حار، طماطم، صلصه طماطم، دقيق، وسمكه بولتي طبعا، وهيبقى فيه زيت للقلي وهيبقى فيه فرن. خليني بس اخلي دي كده عشان ما يجيش عليها اي حاجه من الحشرات. هستعمل هقلي السمكه الاول وبعدين هعمل الصوص وبعدين ادخلها الفرن تستوي، او يعني الصوص ياخد سواه مع سخونيه الفرن. هقطع الطماطم مربعات، مش عايز اخلي الصوص يستوي قوي، عايز اخلي الصوص يبقى دايما فيه طعم كده وفيه تكستشر او فيه قوام علشان يبقى طعمه حلو. هياخد دي علشان الصوص. شطه او بابريكا زي ما حضراتكم تحبوا. انا هحط فلفل حار وهحط معلقه من الثوم مفروم. جوز الطيب ما نحطش منه كتير، يعني هاخد بسن المعلقه كده تقريبا ربع معلقه او نص معلقه صغيره، وهحط عليها الصلصه. بقول لحضراتكم حاجه، الصلصه تنفع وعصير الطماطم ينفع. طبعا عصير الطماطم بيتباع موجود من غير سكر، فده مفيش مشكله فيه خالص. الزيت على النار بيسخن، هاخد الدقيق. طبعا انا مغطيه كده علشان الجو هوا، فلو سبته مش متغطي هيطير. هاخد شويه في بوله كبيره واغطيه تاني. طبعا لازم احط ملح وفلفل على الدقيق علشان تبقى السمكه مظبوطه. وعندي بابريكا او الفلفل، ممكن احط منه شويه. اقلب كده كويس، حتى في البوله الكبيره برضو الدقيق بيطير. هزود شويه صغيرين من الميه، بس اهم حاجه اخلط. خلي ده دلوقتي عشان الزيت يمسك، عشان الدقيق يمسك على السمكه، احتاج ان انا احط عليها يعني رشه زيت خفيفه من الناحيتين. انا مش بسويها على النار، يعني التحمير ده مش للتسويه، ده بس عشان يديها الطعم، وبعد كده هتكمل سواها جوه الفرن. طبعا نحاول نحط دايما السمكه لقدام كده، يعني تقريبا يمكن دقيقه على كل ناحيه، وبعد كده ادخلها على الفرن. هزود شويه ميه علشان الصوص يبقى سايب ولما يدخل الفرن ما يمسكش، يبقى دايما فيه قوامه ما يبقاش متماسك قوي. هقلبها. تقريبا دقيقة أو دقيقة ونص على كل ناحية. زي ما قلت لحضراتكم هنخليها دقيقة على كل وش. هاخدها زي ما هي كده، حتى بالزيت اللي فيها مش لازم اصفيها، انا مش بعمل سمك مقلي. احطها في بايروكس يبقى محكوم عليها، يعني صغير مش كبير، وبعدين احط عليها بقيه الصوص. افردها كده وادخلها الفرن تاخد سواها حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده. تطلع بالشكل ده.